الرئيس السيسي يستقبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية. الرئيس السيسي يؤكد الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان. الرقابة الإدارية تلقي القبض على 4 أفراد يتزعمهم محامي تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بأرمنت بالأقصر. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول حمد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني. وأكد الرئيس خلال اللقاء على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق. واستعرض حمد تطورات الموقف الحالي في السودان. هذا وتناول اللقاء بعض جوانب العلاقات الثنائية في مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين. ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على 4 أفراد يتزعمهم محامي تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة مركز أرمنت بمحافظة الأقصر، حيث قاموا بعرض 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة الإشغالات بمركز أرمنت مقابل تسهيل استيلائهم على أرض قيمتها حوالي 12 مليون جنيه. كما أسفرت تحرية الهيئة عن أن ذلك الاتفاق كان سيتبعه الاستيلاء على باقي المساحة الأخرى للأراضي وإجمالها 15.5 فدان. مكنت الهيئة من القبض على مدير إدارة الإشغالات ومسؤول بإدارة المتابعة بمجلس مدينة أبو النمرس ومسؤول إدارة التنظيم بالوحدة المحلية لشبرمنت لتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل السماح له ببناء منشأة بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة أبو النمرس. وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الشؤون التجارية وأمين الخزينة ومحصل مالي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة من خلال التزوير في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني. وضبطت الهيئة أمين الخزينة بشركة منفيس للأدوية لقيامه باختلاس 1.5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبة لبنك تنمية الصادرات. كما ألقت القبض على مسؤول تسوية المعاشات وإنهاء النشاط الوظيفي بمكتب تأمينات مدينة نصر ثاني وآخر وسيط يعمل محاسب قانوني حر لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة تعمل في مجال الاستشارات وذلك مقابل إنهاء الموقف التأميني للشركة. وضبطت الهيئة موظف إداري بإدارة المنتزة التعليمية بالإسكندرية وآخر لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تحويل طالبين من محافظة البحيرة لإحدى المدارس الحكومية التابعة للإدارة التعليمية. وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات. وصلت غرف عمليات بعثة حج القرعة بالمدينة المنورة عملها لتوفير الخدمات للحجاج من إقامة وإعاشة وانتقال. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. تشير الأعلام المصرية المنتشرة على واجهة أحد فنادق المدينة المنورة إلى المقر الرسمي لبعثة حجاج القرعة. هنا يوجد ضباط وأفراد البعثة القائمين على خدمة الحجاج، وبداخله غرفة العمليات التي تتولى كل ما يتعلق بالعمل على راحة الحجاج في المدينة المنورة. مجموعة عمل متكاملة لخدمة الحجاج، فريق عمل تاني من أطباء البعثة بيتولى المرور على المستشفيات ومتابعة الحالات أول بأول. نجاح سجلته بعثة حجاج القرعة في المدينة المنورة بدا واضحا على وجوه الحجاج في قاعات الاستقبال في فنادق إقامتهم وفي أحاديثهم. رحلة ميسرة في جميع الاتجاهات، باصات نظيفة مكيفة، الإجراءات خلصت بمنتهى السلاسة. الحمد لله مجهود وزارة الداخلية واضح من أول ما ابتدينا نقدم في الحج، إجراءات كلها ميسرة وروح جميلة جدا، والناس هنا متعاونة جدا من وزارة الداخلية، أي حاجة بنسأل عليها بيدلونا على طول. الداخلية بصراحة عايمين بدور قوي جدا ومنظمين تنظيم غير عادي يعني، والفندق منتهى الجمال. بصراحة هنا الفندق جميل جدا وقريب من الحرم، والناس مستقبلانا من المطار أحسن استقبال. التنظيم كان جيد،
الدخول للفندق برضو كان بسم الله ما شاء الله جيد، فالحمد لله كله يعني البعثة بسم الله ما شاء الله قايمة بالوجه وما فيها زيادة. ولم تخلو الفنادق من وجود عناصر من الشرطة النسائية يقمن على خدمة السيدات، حيث تحرص وزارة الداخلية على وجودهن في بعثتها الرسمية لتلبية احتياجات الحجاج من السيدات. نستقبلهم، بنسكنهم، بنساعدهم في تعرفوا على غرفهم، بنساعدهم كمان حضرتك لما بنلاقي مثلا ست كبار في السن بنحاول ننقل لهم شنطهم لغاية أوضهم، نجيب لهم وجباتهم، لو في حالات مرضية حضرتك بنبلغ بيها وبنقوم بالرعاية اللازمة ليها. في طبعا مشاكل بنبتدي نحلها لهم، بنبتدي نساعدهم في كل الحاجات اللي هم بيطلبوها طبعا مننا. بنشكر الداخلية على كده، بنقول لهم متشكرين جدا وانتوا الخير والبركة بتاع، وربنا يبارك فيكم ويبارك في شهدائنا ويرحمهم يا رب، ويرحم يعني ويحفظ مصر ورئيس مصر وشرطة مصر وجيش مصر. وللاطمئنان على المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة المنورة، قام الرئيس التنفيذي لبعثة الحج الرسمية بزيارتهم ومتابعة حالتهم والرعاية المقدمة لهم من قبل السلطات السعودية التي لا تألو جهدا في توفير أكثر رعاية ممكنة لهم. الحمد لله كلهم حالتهم مطمئنة، هم يعني ما بين إن شاء الله خروج في يمكن في خلال ساعات أو في خلال أيام بسيطة، وإن شاء الله كلهم يحضروا معنا المشاعر في منى وعرفة. والحقيقة يعني برضو الجانب السعودي مقدم تسهيلات وخدمات كبيرة جدا بكافة الجهات المعنية اللي فيه في متابعة الحجاج. إشادة حجاج القرعة بالخدمات المقدمة لهم في المدينة المنورة تأتي تتويجا لعمل متواصل ومنظم تقوم به وزارة الداخلية منذ الإعلان عن نتائج القرعة وأثناء أداء المناسك وحتى يعود الحاج لأرض الوطن. فاز الأهلي بلقاء القمة المصرية رقم 118 بعد تغلبه على نظيره الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. وسجل هدف الأهلي واللقاء الوحيد اللاعب التونسي علي معلول في الدقيقة 59 ليعزز صدارته لقائمة هداف الأهلي في الدوري برصيد 8 أهداف. وكان الأهلي قد حسم لقب الدوري الممتاز للمرة 41 في تاريخه وللموسم الرابع على التوالي.